يعني من بداية المباراة يعني كان فريق الأوروغواي يعني كنظن أنه كان منظم في داخل رقعة الملعب، لكن من بعد 15 دقيقة يعني اللاعبين يعني القول القوي في الثغرات ديال الفريق الأوروغواي، بدات يعني الخطورة ديال المنتخب الوطني، ويعني بدينا كنشوفوا لي زوتوماتيزم ديال اللاعبين المغاربة. جات ضربة جزاء كنظن اللي كنظن يعني كنظن خارج منطقة الجزاء، لكن تسجل عندنا أهداف يعني ما بعثرش الاوراق ديالنا، وبالتالي يعني كنا نسجلوا هدف التعادل لكن ما صعبناش الحظ، ومجمل القول ان الجمهور خرج راضي وقدمنا اداء كبير. وبالامس